وليد سليمان يا جماعه من الاخر كده، وليد سليمان تعبان ركبته، يعني مش ركبته وجعاه، يعني لسه راجع من اصابه، طبيعي جدا ان هو ما يبقاش في مستواه. وعز ما كان هو متالق، لا يقول لك اصل احنا بنركز على الاعمار السنيه الصغيره، احنا عايزين بنبني منتخب لبطوله الامم، بطوله كاس العالم القادمه 2022. لما عمل العمليه ولسه واحده واحده وليد سليمان بيجيب نفسه، كان احسن لعيب في مصر قبل العمليه وقبل الجراحه اللي عملها، لسه واحده واحده هوب وليد سليمان في المنتخب. طب ازاي؟ مش وليد سليمان ده لعيب في الاهلي؟ بس احنا بنتكلم منطقيا، ازاي واحد لسه راجع من جراحه في الركبه وقعد فتره غايب وبتضمه في المنتخب ومش جاهز 100% من الاخر؟ ودي معلومات احنا بنقولها لحضراتكم متاكدين منها. الواحد في الحقيقه مش عارف يقول ايه، لكن للاسف انتوا خذلتونا، خذلتونا جدا جدا جدا.